بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم عشاق كرة القدم. يستقبل استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة كلاسيكية ما بين الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز. طبعا المباراة مؤجلة من الجولة الـ 12. المباراة تجمع ما بين النادي الأهلي والإسماعيلي. الأهلي في المواجهة الأخيرة في الدوري المصري فاز بصعوبة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. بعدها النادي الأهلي واجه فريق فيتا كلوب اللي أحرج النادي الأهلي على أرضه وسط جماهير، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق. بالنسبة لموقف الفريقين قبل المباراة، النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، بينما الاسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط. وطبعا ده ما يدلش ان المباراة سهلة. طبعا الاسماعيلي بيأدي مباريات قوية جدا قدام الفرق الكبيرة. طبعا شفنا الاسماعيلي السنة دي قدام الزمالك وقدام بيراميدز، طبعا مباراة تبقى قوية جدا زي ما قلنا في بداية الفيديو، هي من المباريات الكلاسيكية في الدوري المصري الممتاز. بالنسبة لقائمة النادي الأهلي للمباراة، في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبيط، خط الدفاع ياسر إبراهيم وبدر بنون وسعد سمير ومحمد هاني، أيمن أشرف وأحمد رمضان بكم، خط الوسط ديانج عمرو السولية وحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة، معهم حسين الشحات وجونيور أجايي. بالنسبة لخط الهجوم والتر بواليا، مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن. بالنسبة إن شاء الله للتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والإسماعيلي، في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع بدر بنون ياسر ابراهيم، قدامهم ايمن اشرف، ناحية اليمين محمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، جنبه عمرو السولية، قدامهم اجاييه ومحمد مجدي قفشة، تحتهم طاهر محمد طاهر، وقدامهم مهاجم وحيد محمد شريف. بالنسبة ان شاء الله ميعاد المباراة، ان شاء الله المباراة يوم الاربعاء 10/3، قلنا المباراة ان شاء الله تقام في استاد برج العرب بالاسكندرية. المباراة ان شاء الله ميعادها الساعة 7:30 بتوقيت مصر، الساعة 8:30 بتوقيت مكة، والساعة 6:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. اما عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاسماعيلي، طبعا بطولة الدوري المصري الممتاز مذاعة على قنوات اون تايم سبورتس. طبعا في ترددات جديدة نزلت لقنوات اون تايم. بالنسبة لاول تردد اللي هو 10/8/5/3، الاستقطاب اتش او افقي، معدل الترميز 27500. تردد الثاني 11/8/6/2، الاستقطاب في اللي هو عمودي او رأسي، معدل الترميز 27500. حتى لو انت عندك ترددات غير دول، فطبعا الترددات القديمة هتقفل، وهنقدر ان شاء الله نتابع قنوات اون تايم سبورتس على الترددات دي. في نهاية الفيديو بشكركم لحسن المتابعة، وان شاء الله مستني توقعاتكم للمباراة في التعليقات، وصاحب التوقع الصح هنشر اسم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.